بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال شهر ذي القعدة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره. هذا الحديث إخواننا يسأل الكثير عن الحكم في الأخذ من الشعر أو من الأظافر إذا أراد أن يضحي وقد دخل شهر ذو الحجة. فنحن اليوم في آخر ذي القعدة، ويبدأ غدا بإذن الله عز وجل أول ذي الحجة. هناك مسائل نريد أن نتكلم فيها في هذا الأمر. أولا، يعني يسأل الناس الآن بدأت مناسك الحج، يعني الحج يبدأ من الآن؟ لا، الحج بدأ من شوال، لما انتهى رمضان بدأ الحج. الله سبحانه وتعالى قال: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، يعني في الأشهر المعلومات. يعني أمتى بيبدأ الحج؟ لما بننتهي رمضان يبدأ أول شوال، فتستطيع أن تنوي الحج وتذهب إلى الحج. والحج له أركان، من أركانه النية، واجبات، من واجباته الإحرام مع النية. فالركن اللي هو النية والإحرام يبدأ فيك، تبدأ من أول شوال، يعني من شهر 10 للعام الهجري و11 و12 ذو الحجة. فيعني حتى ما الإنسان يعني من باب المعلومة، فالحج لا يبدأ الآن، يبدأ من أول شوال وينتهي في ذي الحجة. طبعا هناك يعني تبدأ بالنية وتبدأ بالأركان وبعض الواجبات، ولكن هناك أمور في ذي الحجة، مثلا عرفات لا يكون إلا في يوم التاسع، يوم النحر بيكون يوم 10، ولكن ابتداء أفعال الحج تبدأ من أول شوال وليس من أول ذي الحجة. تمام، هذه معلومة يعني نعرفها حتى نعرف أنه أشهر الحج مش بس ذو الحجة، شوال، ذو القعدة وذو الحجة. الأمر الثاني، ذو الحجة فيه من الفضائل اللي تكلمنا عنها بالأمس في فضائل ذي الحجة، وما ينبغي على الإنسان أن يفعله في هذه الأيام العشر لاجتماع أمهات العبادات في هذه الأيام، ولما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الإكثار من عمل الخير. الأمر الثالث والأخير هو قضية الأضحية. أنا نويت أن أضحي، فهل يجب علي أن أمسك عن أخذ الأظافر والشعر في أول ذي الحجة أم لا؟ طبعا هنا العلماء انقسموا إلى ثلاثة أقسام، منيح أنه نعرف نحن هذه الأحكام، لأنه في كثير من العلماء حسب يعني مذهب الإنسان، قد يفتى الإنسان إذا سأل أي عالم يقول له لا يحرم، الثاني يقول له لا شيء عليك، الآخر يقول يعني يكره. طب حتى نعرف نحن هذه المسائل مهمة، خاصة نحن أهل مسجدنا اللي في طلب العلم منذ زمن، وينبغي عليهم أن يعرفوا هذه الدقائق. حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها الذي ذكرناه وهو في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى هلالا، أو إذا رأيتم هلالا ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره. حديث أم سلمة أخذ به قوم يعني بعض المذاهب كمذهب الحنابلة، قالوا الحنابلة نأخذ بهذا الحديث ونقول بأن الإنسان إذا أراد أن يضحي، فإذا كان أول أيام ذو الحجة خلاص يحرم عليه أنه يأخذ من شعره أو ظفره حتى يضحي. هذا قول عند الحنابلة، وطبعا قالوا نأخذ بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنه وهو واضح. الإمام مالك والإمام الشافعي وبعض العلماء غيرهم أهل المدينة قبل الإمام مالك رحمهم الله قالوا لا، الأمر فيه سعة، ويباح للإنسان إذا أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره وظفره متى شاء. طيب شو بنعمل بهذا الحديث؟ قالوا هناك حديث آخر لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في صحيح البخاري،
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول: قالت: كنت أقلد قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيضعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده على الهدي ثم يرسلها، ولا يحرم أو لا يحرم على نفسه شيئا مما أبيح له في هذه الأيام إلى أن يضحي. هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تبين لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان كل سنة يضحي، والقلائد هي الزينة التي تضعها على الأضحية. فعائشة قالت: أنا كنت أعمل الزينة، والرسول عليه الصلاة والسلام يحط هذه الزينة على الأضاحي ويرسلها إلى مكة ويضحي بها، وكان يأخذ من شعره ويأخذ من أظفاره، ولا يحرم عليه شيء من ذلك في هذه الفترة حتى يضحي. فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها يبين أن الأمر لا شيء فيه، ولذلك أخذ الإمام أبو حنيفة والإمام مالك بهذا الأمر، وقلنا أهل المدينة من قبل كانوا كذلك قد أخذوا بهذا الحديث، فكانوا يبيحون ذلك لمن أراد أن يضحي. الإمام الشافعي رحمه الله قال: يكره للإنسان أن يأخذ شيء لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. طيب نحن شو بنعمل؟ قال: حتى نوفق بين الحديثين منقول نحن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت أقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرها من الصحابة، يعني هي أقرب الناس إلى الرسول وأعلم بهذه الأمور من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت من الفقهاء وكانت من المحدثين، ولو كان هناك شيء امتنع عنه النبي عليه الصلاة والسلام لأخبرتنا. وحديث أم سلمة نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد للمضحي إن أراد أن يتشبه بشيء في الحاج، لأن الحاج اللي بينوي بيحط الإحرام ما بيعود فيه لا شيء شعر ولا أظافر ولا شيء، فقالوا كأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يريد أن يبين للإنسان قبل ما تضحي تريد أن تتشبه بالحاج، فاترك بعض، يعني ترك بعض الأمور محظورات الإحرام كتقليم الأظافر وقص الشعر حتى تشهد كلها أضحيتك. فنحن بالجملة نقول أنه يباح للإنسان، فإن كانت عنده فتوى بتقول له والله لا ما تأخذ خلاص، هذا قول معتمد وفيه حديث، والأصل أنه فيه الإباحة حتى يفعل الإنسان ما شاء، المهم أنه يؤدي هذه السنة اللي هي الأضحية. ومن قال بالتحريم قال يعني في بعض الناس بيأخذ بيقول طيب أنا الأظافر والشعر، طيب بقية الأمور؟ قال بقية الأمور مباحة، التعطر في محظورات الإحرام والأمور الأخرى كل ما تبقى فهذا لا يعني لا يمنع من ذلك. بعدين إنسان إذا أراد أن يضحي عن أهل بيته ويضحي عن أهل بيته وأخذ بهذا القول بالتحريم، قال فمن الذي يمسك؟ الذي يمسك هو الذي ينفق للأضحية فقط، مش أهل البيت كلهم بيمتنعوا، لا، هذا من قال بالقول الأول، تمام. وقالوا حتى الإنسان، طيب إذا هذا إنسان بده يضحي، قال فقط يفعل ذلك من أنفق للأضحية، أما من باشر بالأضحية أو ضحي عنه فهذا لا يمسك، هذا على القول بمن قال بأنه يحرم. ولكن نحن نقول إذا أخذت من أظافرك أو شعرك فلا مانع، عليك أن تأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتضحي إن كنت تستطيع ذلك. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.